كويز. مجموعة من الأسئلة، مين قلت لي عندك فكرة على البرنامج، عندك فكرة على الأسئلة، هذا مجاوبني ما غير برشة برشة تخمين. شكون تعتبر اليوم أحسن لاعب تونسي؟ توق في البطولة، شكون مش تقيم؟ ما في مخك ما عندكش؟ بلا ما دق في البطولة. ما عنديش. ما تحبش الحراج في السؤال هذا، هذا السؤال الوحيد أعطيك فيه باس. أحسن لاعب في تاريخ تونس. التاريخ اللي عشت معاهم ولا اللي حضرت عليهم؟ اللي حضرت عليهم انا نعتبره فلتة، هما زوزة فلتات كروية، هو ياسين ويوسف. لاعب تشوفه قادر ينجح في اوروبا اليوم بطولة تونسية وانت عشت برشا في اوروبا؟ امين بن عمر. شكون اقرب لاعب ليك؟ ديما نجاوب اللي يجيني على بالي. اقرب لاعب ليك شكون؟ اقرب لاعب عمار جمال. شكون لاعب قوي برشا فيزيكمون؟ امين فيزيكمون من اما ناحية الانديرونس مثلا، الانديرونس اللي نذكره ما ننساش العواضي. جدا العواضي كان يتفرج فينا، تحية ليه كريم العواضي. ملاعب بكركات ما نعرفش يعطينا عادة. اعطيتك جوكر واحد انسي بون عادي، معناها ماهوش خدام في التمارين. في التمارين ما نعرفش ما نعرفش باش نكبر مع قلبي. هذا واحد اخر واحد ما يجي باش تقول له كركار تو عادي تو بعدي بفضلك اخي، نحن نحكيو بفضلك. انا بفضلك لا باهي. شكون الملاعب اللي عنده برشا معجبات؟ معجبات فين؟ في الاتوال فين ما نتبعش راني والله ممكن برشا باش تعبني. سامحني مسج نتعبك. اما شكون في الاتوال؟ عمار جمال. عمار جمال خاطر صاحبك باهي. شكون المدافع كنت تقرا له حسابه مين يتعبك شويه هكا؟ والله سيريزمون ديما والله لا حلم فلك سيرتو كي نلعب ضده. عما خاطر ديما تعرف يضربني يضربني يضرب يضرب دنيا الماء حتى في يعني في تكويره خفيفه برشا وفيت خاطر تعرفت انا وياه. شكون احسن مدرب تونسي؟ مع احترام المدربين الكل اللي عشت معاه احسن فترات في سيفازي بندر. مدرب عنده فضل على امين؟ فضل برشا واحد اكثر واحد ممكن نعتذر منهم ممكن خاطر ما توصلتش معهم برشا، مع كيما سي مختار بوقيلا كيما شو اسمه سي عثمان الشايبي زاد هذوما اللي عطاو خلاو عندهم بصمتهم على مين. اول سالير خذيتها قديش؟ مليون. اكبر سالير خذيتها؟ الله اعلم. ماتش ما تنساهش؟ نسيت فينال الاهلي. احسن ماتش لعبته؟ لعبته ممكن وراوة. أحلى بونتو سجلته؟ وراوة. بونتو مزيان؟ وراوة. مش مزيان برشا البونتو ذاك. نتصور عندك برشا ما خير. بيجا. كونتر بيجا. شنو هو البونتو مساج قول لي؟ لا لا ممكن بونتو بيجا في الرياكسيون. بونتو باهي مش مزيان. بونتو ثم بونتو بتاع بيجا كونتر بيجا مزيان برشا. كيفاه البونتو نسيته؟ بالسيزو وقتها كي ضربت وخرجت نحسبها اصلا ما صدقش كي دخلت. هدف تمنيت لو كان انت سجلته؟ من في الكارير نتاعي؟ ما عنديش. الجمعيه اقرب لقلبك يا مين؟ اقرب لقلبي زوز انا الحقيقه مش مجامله لتوال وجيسكا. الوحده؟ تو انت حل حرب علي تو باهي. بعدهم مش عطيني جمعيه بعدهم؟ بعدهم في تونس ما عندي حتى ميول. ما تميلش حتى جمله خويا ما صعبك ما تحصلش. لا والله الحقيقه ما عنديش ميول باهي. كانت هذه لوكويز.